أمثلة وزارية في السنوات السابقة كانت موجودة، هسه في السنوات الحالية قام يرجعون إلى الكتب القديمة يأخذون من عندها بعض الأسئلة غير الأمثلة الكتاب، لكنها لا تتخطى قواعد الكتاب. على الطالب أن يراعي هذه الملاحظات اللي مذكورة وليس أي حل آخر. خطوات الحل حسب الأسباب. المثال الأول، لاحظ ياي، وهذا هو المثال الثاني. الجزء الثاني من السؤال، لحظة، هذا كان موجود في سنة 2020. أرجع للمثال الأول، لاحظ ياي، بهذا حاصل ضرب عددين مركبين ينطينا هنا قوس مرفوع للأس سالب 1. خطوات الحل الأفضل في الأسبقية في العمليات الرياضية الأقواس، الأسس، عملية الضرب، ثم عملية القسمة. حل السؤال بيكون بهذا الترتيب. الحل حاصل الضرب هنا، استخدم الخاصية التوزيعية للسهولة فقط. الأكس تضرب في الأول تضرب في الثاني، وأيضا السالب أي تضرب في الأول وتضرب في الثاني. لاحظ الأسهم تشير إلى الناتج، يصبح بهذا الترتيب صار الناتج أكس تربيع زائد 2 اكس اي سالب اكس اي، الاكس في السالب، سالب 2 اي في اي يصير موجب 2، لان اي تربيع تعادل سالب 1. الطالب يشير لها بهذا الترتيب في الامتحانات الوزاريه ان الاي تربيع تعادل سالب 1. اصبح عندنا السالب في السالب موجب. نجي للقوس، القوس يكون بهذا الترتيب، إما عامل مناسب أو التحليل، اثنين صحيحات أشرنا إليهم في مثال سابق. داخل القوس لاحظ هذه مثل عندنا مجموع مربعين بهذا الترتيب، راح يصير عندنا 3 زائد 2 واي اي، هنا يصير عندنا 9 ناقصا 4 واي تربيع اي تربيع. أي أن الخاصية أصبحت مشتركة في الجزء اليسار من السؤال وفي الجزء الأيمن من السؤال، لاحظ بهذا الشكل. الخطوة الثانية، أبسط هذا الناتج، راح يصير عندنا اكس تربيع زائد 2، هذا هو الجزء الحقيقي من السؤال، هنا موجب 2 اكس اي ناقص 1 اكس اي يصير عندنا 1 اكس اي، اكس اي الإشارة للأكبر. هنا تحليل داخل القوس اللي المرفوع للأس سالب 1 راح يصير بهذا الشكل، 3 زائد 2 واي اي، قوسيا 3 زائد 2 واي اي مضروب في 3 ناقصا 2 واي اي، تحليل الفرق بين مربعين، ويمكن الطالب ان يكتبها بصورة سريعة اذا استفاد من الخاصية بشكل اسرع. بعد التحليل الاختصار بين البسط والمقام، لاحظ بهذا الشكل. الناتج المتبقي x تربيع زائد 2 زائد xi يساوي في البسط وقعدنا 1، في المقام 3 ناقصا 2 yi سالب 1. هنا الرفع للأسس، الرفع للأسس يصبح السؤال هذا الشكل، x تربيع زائد 2 زائد xi يساوي الرفع للأسس، اكتب الخاصية قدام، الرفع للأسس راح يصبح بهذا الشكل، 1 على 1 على هذا المقدار، 1 على 1 على 3 ناقصا 2 yi. لاحظ خواص التناسب، نرجع لها، يصبح العدد في البسط. خواص التناسب كانت الخطوة الثانية في خطوات الحل، خطوات الحل خاصية التناسب بهذا الترتيب. راح يصبح السؤال بهذا الشكل، x تربيع زائد 2 زائد xi يساوي الرفع للأسس يختلف عن العامل المناسب، العدد يبقى نفسه، صار 3 ناقصا 2 yi. نكون معادلات، الجزء الحقيقي راح يصبح بهذا الترتيب، x تربيع زائد 2 يساوي لنا 3، هذه هي المعادلة رقم 1، وأقدر أبسطها لأنها من الدرجة الثانية، أما أستخدم خاصية الجذور أو التحليل، أنقل الاثنين للجهة الأخرى، راح يصبح السؤال بهذا الشكل، x تربيع يساوي لنا 3 ناقصا 2، ومن أتى نحصل على أن الـ x تربيع يساوي لنا موجب 1، وبهالحالة تصبح عندنا الاكس تساوي لنا زائد ناقص 1.
حصلنا قيمتين بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، جذر تربيعي للطرفين. المعادلة الثانية الجزء التخيلي، الأكس تساوي سالب 2 واي، أيضا متغيرين شكل منها معادلة رقم 2. المعادلة الأولى يمكن الحل بدون أن أشير إليها إلى معادلة تبسيطها مباشرة، ثم المعادلة الثانية تسمى برقم آخر ونبسط المعادلة. بما أن السؤال يحتوي على قيمتين للمتغير X، إذن الواي تأخذ أيضا قيمتين، راح يصبح عندنا ترتيب F X تساوي لنا موجب 1. هالحالة التعويض بالعدد موجب 1، راح يصير الواحد يساوي لنا سالب 2 Y، ومن عندها نحصل أن الواي تساوي لنا سالب 1 على 2 قسمة على معامل Y. أور أيضا ترتيب X تساوي لنا سالب 1، أحصل من عندها أن السالب 1 يساوي لنا سالب 2 واي، ومنها نحصل أن الواي تساوي لنا 1 على 2، السالب في السالب موجب. لاحظ هذه المعادلة، هذا السؤال في الوزاري، لاحظ خطوات الحل 1 2 3 4 5 6 خطوات كفي. مثال الآخر بنفس الطريقة ونفس قواعد الحل. الحالة الأولى، مرافق حاصل ضرب عددين يساوي أن هذا العدد مرفوع للأس 15 على 128. طريقة الحل حسب الخواص، الحل SOL هنا توزيعية مرافق العدد، مرافق العدد الأول مرافق العدد الثاني، لاحظ بهذا الشكل خاصية التوزيع بالنسبة للعامل المناسب كانت موجودة، مرافق حاصل ضرب عددين يساوي حاصل ضرب مرافقيهما. تجزئة الأسس بالنسبة للبسط في الكسر الثاني، سردنا واحد ناقصا آي الكل تربيع، لاحظ وقسم العدد على 2، 15 تقسيم 2 بها 7، ويزيد عندنا قوس واحد اللي هو واحد ناقصا الآي، لاحظ بهذا الترتيب. تجزئة الأسس على العدد 128، هذه هي الخطوة الأولى، هنا استخدم خاصية العامل المناسب وهنا تجزئة الأسس. الخطوة الثانية، العدد الأول موجود تعويض، راح يصير عندنا مرافق للعدد اللي هو 1 ناقصا 3 آي تعويض، لاحظ في الطرف الأيسر مضروب في مرافق العدد الثاني يساوي فتح الأقواس اللي أشرت إليها في المثال السابق، مربع الأول 2 في الأول في الثاني مربع الثاني زائد الآي تربيع، القوس للأس 7 مضرب في 1 ناقصا الآي على 128. الآي تربيع تعادل سالب 1، الآي تربيع تعادل سالب 1 بدون تعويض، تعويض صار عندنا في الطرف الآخر، يمكن استخدام الحذف بهذا الشكل، لاحظ موجب 1 ويا سالب الآي تربيع، تعويض عنها مباشرة لتقليل عدد الخطوات، يصبح الناتج بهذه الصورة، مرافق هذا العدد وواحد زائد ثلاثة آي، العدد نفسه بعكس إشارة جزءه التخيلي، هذا العدد مضروب بمن؟ في مرافق العدد الثاني يساوي المتبقي هنا سالب اثنين آي للأس 7 في واحد ناقصا للآي على 128. تبسيط، واحد زائد ثلاثة آي في مرافق العدد الثاني يساوي، بما أن الأس فردي، لاحظ الإشارة السالبة تبقى، الأس فردي، الأس فردي، اثنين مرفوع للأس 7 صار عندنا 128. الآي للأس 7 اكتبها بهذا الترتيب في واحد ناقصا الآي على 128. أيضا هنا عندنا صار اختصار بين البسط وبين المقام، لاحظ بهذا الشكل الناتج المتبقي بعد عملية الاختصار راح يأخذ هذه الصورة، واحد زائد ثلاثة آي مرافق العدد الثاني يساوي لنا سالب، تبقى آي للأس 7، أيضا استخدم تجزئة الأسس، آي للأس 4 أخذناها بالخواص تعادل عندنا موجب 1، أصبح عندنا آي تكعيب في واحد ناقصا الآي على 1، لاحظ خلصنا من المقام.
الحركة الثانية سالب اي تكعيب تعادل عندنا موجب اي من خواص العدد التخيلي. هذه الخاصية نطبقها في هذا المكان، راس عندنا واحد زائدا ثلاثة اي في مرافق العدد الثاني يساوي لنا اي مضروبة في واحد ناقصا الاي. نرجع إلى خطوة فتح الأقواس بهذا الشكل، راس عندنا واحد زائدا ثلاثة اي مرافق العدد الثاني يساوي لنا اي ناقصا الاي تربيع، توزيعية الضرب. لاحظ سالب اي تربيع تعادل عندنا موجب واحد، يصير عندنا مرافق العدد الثاني، هنا راح استخدم الترتيب، يصير عندنا واحد زائدا الاي سالب اي تربيع تعادل موجب واحد. ترتيب هنا في السؤال لاحظ كلمة الترتيب كم حالة استفادنا من عدها، تقسيم واحد زائدا ثلاثة اي. لاحظ هنا ناخذ عامل منسب للمقام راح يصبح بهذا الشكل، مرافق العدد الثاني يساوي لنا واحد زائدا ثلاثة اي على واحد زائدا اي على واحد زائدا ثلاثة اي مرافقه واحد ناقصا ثلاثة اي على واحد ناقصا ثلاثة اي. حاصل الضرب مرافق العدد الثاني هو يساوي في المقام، لاحظ مجموع مربعين واحد زائدا تسعة، واحد زائدا تسعة، حاصل ضرب الأول في الأول الثاني في الثاني، توزيعية البسط واحد زائدا اي واحد زائدا اي مضربة في واحد ناقصا ثلاثة اي ناقصا ثلاثة اي ناقصا ثلاثة اي تربيع صردنا زائدا ثلاثة للاختصار، ويساوي الناتج مرافق العدد الثاني واحد زائد ثلاثة، هنا عندنا أربعة، الإشارة للأكبر نطرح الصغير من الكبير، اثنين آي على عشرة. يقبلون القسمة على اثنين أو تحليل، الأفضل هو التحليل حتى طالب نقارن الخطوات اللي أريد أوضحها، اثنين بالخارج صار عندنا اثنين ناقصا آي على عشرة تحليل. مرافق العدد الثاني هو هنا اختصار عندنا صار عندنا 2 على 5 وهنا عندنا صار عندنا 1 على 5 اي، هنا بها 1 هاي بها 5. مرافق هذا العدد هو العدد يساوي لنا 2 على 5 زائدا 1 على 5 اي بعكس اشاره جزءه التخيلي. الملاحظات اللي اريد اوضحها، لاحظ هنا بدأنا بمن؟ بالأقواس، انتهينا بالأقواس، بدأنا بالتحليل، انتهينا بالتحليل، معناها العمليات الرياضية، العملية الرياضية اللي نبدأ بها ننتهي بها. هذه قواعد الرياضيات، الملاحظات الجانبية، الملاحظة اللي تكتب أكثر من مرة يمكن الإشارة إليها مرة واحدة واستخدامها لتقليل عدد الخطوات حتى الطالب. هذه طريقة الحل مطولة الطالب يلاحظها، من حق الطالب في الوزاري أن يختصر ما يشاء من الخطوات، بس يذكر هنا الملاحظات الجانبية للحفاظ علماً على القواعد وتجنب الأخطاء بالأخص في الإشارات السالبة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.